مالك عرفتي انا ولا انتي؟ عبدي قولي على عبدي عليكي ذكري على طولي يا بنتي قولي على قلبي عليكي يا ربي ذكري خلاص كتير قولي على عبدي عليكي يا ردي انا بدي اتبدلها يا حبيبي ياسمين شو اللي عم بيصير؟ ليش ما عم ترفعون الأدوية فهميني؟ لشو اسمك دكتورة؟ هيك بهدلتينا قدام العالم بعد ما وعدناهن إنه الكل رح يطيب ما بعرف شو اللي عم بيصير بالأول كان كل شي طبيعي بس هلأ الأدوية ما عم تفيدون وبجوز يكون التشخيص غلط لازم نطلب المساعدة من طارق لك انت شو عم تحكي؟ نحن كل اللي عم نعمله مشان نقضي عليه شو حيقولوا اذا هون شافوه؟ وما بدي يحكوا انه نحن عجزنا بتلاقي حل فورا عم تفهمي؟ لازم نعمل تحاليل دم وانا ما فيني اتصرف لحالي والمرض كل ماله عم ينتشر مشان هيك مضطرين نشاور الدكتور طارق ماشي مثل ما بدك رح نستشيره لطارق ما في غير هالحل لك مروان انت شو عم تحكي بدك تضيع كل تعبنا وتخلي العالم يرجع يوقفوا مع طارق لا ما حدا رح يضرب الموضوع كله ورح يفكروا انه نحنا اللي حلينا المشكلة وابطال اللعبة شوفي كمان تفضل سيدي اسمع في عنا مهمة جديدة كبسة على قهوة بضيعة داغلة عدد القتلى ما بيهمني والمهم هو التأثير حاضر سيدي لا تأكل هم أبدا في مهمة جديدة وبضيعة داغلة قوم فيها لحالك أنا رح أهتم بطارق ابني سامحوني امي ما في داعي لهذا الحكي انت رح تطيبي الدواء جاي على الطريق دكتور دكتور خير مختار الله يعافيه ان شاء الله ممكن شوي شو لقيت منبع للمي؟ ايه لقيت بس ما في طريقة لنطالع المي كيف يعني؟ دكتور أقرب نبع مي إلنا بينبع من جنب ضيعة كمال آغا وبصراحة هو متنح كتير وما عم يوافق مختار نحن مضطرين كتير على المي النبعة تبعنا ملوتة والعالم ما عاد عندهم مي نهائيا طيب أنا شو فيني ساويها قتلتوا له مرته للرجال وهجمتوا على بيته يعني بيناتكم صار في تار لهيك أحسن شي ننسى هالموضوع طيب هيك بدنا نبقى كيف بدنا نحل هاي الشغلة والله يعني شو بعرفني كيف بدنا نحلها بس رح نلاقي حل رح نلاقي شو رأيك نبعت العم حميد لأنه أنا قد ما حكيت ما رح يرد أو يقتنع يعني بتعرف أنت إيه مين انت؟ السلام عليكم الشيخ إبراهيم بيسلم عليك وعليكم السلام شو صاير لك يا آغا؟ حتى ما عم تميز وتفرق بين الحق والباطل انت لو تعرف شو اللي ساووا فيني بس اسمع منيح شو رح أقلك الوصول للجنة أمر صعب كتير
والخيرين بيتعرضوا للامتحان، يعني مثل يلي قبلك واللي مروا بتجارب قاسية كتير. وأي حدا ما بيوصل للجنة إلا يلي بيكون صابر، وإنت بتعرف هالشي وبتعرف شو عاقبة الظالم بالآخرة، مو هيك يا كمال آغا؟ كمال آغا اصحى بقى، اللي بيظلم الناس بالدنيا بينظلم بآخرته، والله لا يحب الظلم، والله يمهل ولا يهمل، وما بيترك الظالمين وبيعاقبهم بالنهاية. حط عقلك براسك ولا تكونوا من الظالمين، واوعى تنسى الله غفور رحيم، كون مطمئن. والظلم بيلبق للظلام بس، وانت مو من حقك بنوب تحرم العالم من المي اللي بعتها ربنا، مشان هيك خاف الله بقى، ولا تنسى عقاب الكافر هو جهنم، والله رح يعطيك فرصة تانية لتكفر فيها عن ذنبك، لا تضيع. ولا تنسى انه الجنة مكان المؤمن وجهنم للكافر. واقف 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 واقف، استنى استنى، لا تروح، ارجع، لا تروح لا تروح لا تروح، ارجع 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 ارجع، مين انت؟ ارجع، خير، بسم الله بسم الله بسم الله، خير ان شاء الله. مرحبا اغا، انا اسف بس في ضيف برا وبده يشوفك هلا. جايب لك سلام من الشيخ إبراهيم يا كمال آغا. واقف، استنى استنى، لا تروح، واقف واقف، استنى. انت بتعرفوا شي يا اغا؟ اغا روح خبر اهالي الضيعة لا يجوا يسحبوا مي من عنا. امرك يا اغا. سيدو وينك؟ أمتى رح توصل؟ إن شاء الله اليوم مسا دكتور، ورح نجي من الطريق المختصر. سيدو سيدو لازم تحاول تستعجل، أمي رح تروح من بين إيدي. هنن هلأ سلموني الأدوية، حتى كانوا ما بدهم يعطوني لأنه صاحبين من فترة. أنا رح حاول استعجل قد ما فيني بس الطريق كتير طويل، أنت بتعرف. ماشي أنت استعجل وإلا رح أخسر أمي. ولا يهمك دكتور، رح تجي من الطريق المختصر لكان، ورح تلاقينا عم نستناك. مش الحال دكتور، حكيت تليفونك؟ ايه مش الحال، شكرا. اخي امي كتير تعبانة، مطولين ليجيبوا الادوية. ان شاء الله اليوم المساء رح يصلوا، ما بعرف اذا رح اتضاين للمساء. ما فينا نعمل أي شيء؟ والله ما بعرف، ما فينا نعمل لشي غير إنه ندعي له.
الأدوية ممكن تعالجها، بس الشفاء من عند الله، فإن شاء الله يستجيب لدعائنا رب العالمين يا رب. دكتور، عاوزك بشغلة. تفضل. القائد مروان بده يحكي معك شخصيا، وقال بخصوص حياة والدتك. طيب خلينا نروح. شو بدكم مني؟ جينا لنطلب مساعدتك. المرضى عم بيموتوا واحد ورا الثاني، واكيد في غلط، بس انا ما عم اقدر اعرف شو هو الغلط. بدنا منك التعليمات وبس، وكيف ياسمين لازم تستخدم الادويه، وبالمقابل رح نعطيك ادويه. انت مبرمج لتقتل الناس وما بتعرف شو قيمة حياة الناس. الموضوع ما بيهمني. أصلاً ما بقدر ساعدكم لأعرف المستوى اللي وصلوا له المرضى هلأ، وأعمل لهم شوية تحاليل. بترجاك تساعدنا، وقال رح يموتوا كلهم. أنا عندي شرط، لازم تعطوني الأدوية. هوب، على مهلك دكتور، على مهلك علينا. بالأول الطريقة وبعدين الأدوية. ماشي، اتفقنا. أيمن، أنا بدي روح معهم لأعمل لهم تحاليل دم. أنت خبر ديال أنه تبعت لي الأدوات اللازمة على فارقين. طارق، أنت كيف بتوثق بهدول الناس؟ أيمن، لا تسألني كيف، أنا مضطر أنه أوثق فيهم لأنه حياة أمي وحياة باقي الناس بين إيديهم. ماشي، اجا زيدان الله يستر. يلا اوسوا كل هالخوني يلا. يا اما بتوافقوا معنا بمعركتنا من اجل الحرية، يا اما بتنقلعوا من هالضيعة. يلا يلا الحقوني يلا. لك لأمتى؟ لأمتى رح تضلوا يا ناس يا عالم نايمين هيك؟ شايفين شو عم يعملوا فينا كل يوم؟ ولك هدول بلا رحمة، ولك هدول كفار، ومقاومة الكفار والظلام واجب علينا، وهذا فرض على كل مسلم. عم تسمعوا؟ فرض على كل مسلم وواجب علينا كمان. لإمتى رح تضلوا هيك؟ لإمتى رح نسكت؟ الأوجاع لساعتها جديدة، السيطرة على الشعب هو وعم يتوجع أسهل بكتير.
أورتك كله رح ينتسبوا؟ أي رح ينتسبوا، وما بقي إلا مهمة واحدة وهي قتل الدكتور والقضاء عليه نهائياً، لأنه العنصر الوحيد يلي ممكن أنه يشكل عائق قدام الجماعات الدينية يلي بدنا نأوجدها عن قريب هو الدكتور. كيف ناويين تتخلصوا منه؟ سهلة، لا تخاف. بالأول بدنا نوزع سلاح، والدكتور هلأ موجود بين إيدين جماعة التنظيم عم يداوي المرضى تبعنا، وباللحظة اللي بتحصل فيها على الدليل بدي إياك تعتقله. شكلك بتحب شغلك كتير. أيوة، مع أنه ما أنه سهل، وبتعرف شغلنا ما بيتحمل أغلاط، لازم نتعب لحتى نحصل على نتائج. طلع مثل ما توقعت تماماً، الفيروس تحول واتحد مع فيروس ثاني وصار صعب السيطرة عليه. لازم يضلوا ياخدوا أنتيبيوتيك وتحطي لهم سيروم كمان. رح أعمل لك خلطة إذا أعطيتيهم إياها، إن شاء الله بينحل كل شيء. أنت اللي عم تساعدهم، بس بكرة لما بطيبوا رح يتشكروني أنا ويتشكروا التنظيم. أنا ما بتفرق معي، لأني ما عم اشتغل لحتى صير بطل، المهم عندي إنه يطيبوا. لازم نستعجل قبل ما يستفحل الوباء أكتر وما نقدر نسيطر عليه. سلمى، أنا آسف مشان اللي صار، صدقيني ما كنا بنقصد نأذيكي. أنت شاب ما في منك، وأنا بثق فيك ومتأكدة إنه شو ما صار ما بتأذيني. ياسمين، هالرجال هدول هن اللي راح يكونوا أمل هالوطن، وراح يدافعوا عن أراضيه باعتبارهم هلأ صاروا جنود الله. سيدي، وصل الرجال اللي عم تستنى. أهلين ابني. أنا تحت أمرك سيدي. أنا بتشكرك كثير طارق. مش الحال دكتور، خلصت شغلك؟ خلصت شغلي مع الأدوية، بس شغلي معك لسه ما خلص. لعبت بحياة كل الناس المساكين مشان خططك التافهة، وأنا لو تواجدت بالوقت المناسب ما كان حدا مات. هلأ قيمنا من هالحكي، خلينا بشغلنا. هون الولادات كتيرة، ومو مشكلة إذا مات كم واحد، وانت لا تهتم بهالمواضيع. إيه؟ شو قلت؟ ليش انتو شو هو شغلكن غير قتل الناس وتعذيبهم؟ آه؟ فهموني شو شغلكن. حاجتك علاك ورجع على ضيعتك. تفضل شرف. الو،
ماشي يلا جاي. لوين رايح؟ شو في؟ شي ما بيخصك، عم تفهم؟ لك ادعي له لأخوك كتير، لولا كنت انت متت هلأ. تأخرتوا. نحن ما منتأخر أبداً، منوصل بالوقت المناسب. شو نسيت هدول؟ إذا قطعناهن عنكن بينتهي شغلكن. وهي صورة الدكتور والعالم وراها كمان. خليكم بالمكان، ما حدا يقوص قبل أوامري. ماشي؟ اسمعوا، العملية التغت، رح نتراجع. ولنشوف شو رح يساوي هالمرة. جبتهم، اطمني. رح نبلش بالعلاج. ديالا انت جاهزي لي؟ حاضر دكتور. جبت لك السيروم دكتور. ليكو بسام، شو صار؟ قدرت تعرف معلومات عن الكتاب؟ ايه قدرنا نعرف الشيفرة اللي بالكتاب عن شو. ايه المركز قدروا يحلوا الشيفرة. الوثيقة مقسمة لأربع أجزاء، وحسب المعلومات في قسم من الوثيقة هون مخبى بالجامعة تبع الضيعة. طيب وباقي الوثائق؟ ما قدرنا نحصل على معلومات عنهم، بس ما بتعرفي بلكي الوثيقة اللي موجودة هون بجامع سارسو بيكون فيها شي شيفرة توصلنا للأجزاء الثلاثة البقيانة. الحمد لله على السلامة خالة سناء. كله بفضل أخي الدكتور. الواحد بيضحي بكل شي كرمال أمه. وخاصة إذا كان محروم منها سنين. خير إن شاء الله، مين الجاي؟ يلا حبيبي أنا بفتح. بسرعة حبيبي. كأنه التهم الموجهة إلنا والضربات اللي تلقيناها والتسجيلات اللي تم كشفها قدام الكل ما بتكفي. لا وفوق كل هاد رجالنا بيعترفوا بيبيعونا بكل بساطة. نحن هي أول مرة منتعرض لهيك ضغط، وبالماضي جماعتنا ما صار معها هيك شيء أو تعرضت لهيك أمور أبداً. بصراحة أنا مو مطمنة لمجرى الأحداث، ولازم حدا منا يوقفها بقى.
صار لنا سنين طويلة عم نحتمي بقوتكن وسلطتكن، وتعودنا على العيش بهاي المنطقة عن طريق إذلال الإنسان وإضعافه ودب الخوف والزعر بين الناس اللي عايشة هون بالأناضول، لأنه هدول الناس عايشين على المصاري اللي منبعتلن إياها كل فترة. بس المشكلة إنهن بالوقت الحالي صاروا هنن الأقوياء ونحن اللي صرنا ضعاف وتحولنا لمجموعة قليلة، وفوق كل هالشي الناس بدهن يحاكمونا ويتقاووا علينا. فتصوروا يا سادة شو عم بيصير فينا. يا جماعة لازم تتأقلموا مع الوضع الحالي، نحن كنا دايما معكم بالعلن وبالخفاء وواقفين جنبكم، بس رجالكم وخاصة هداك اللي اعترف ضدنا مع انه قدمنا مبالغ كبيرة مشان نقوم بعملية بدولة شرقية قريبة شوي من دولتكم، بس مشروعنا يلي كان بيهدف لتوحيد هديك الدولة مع دولة تانية عن طريق نشر الفوضى والرعب والعمليات الإرهابية تم إنهاؤه وإفشاله كلياً والقضاء عليه، وبصراحة لهذا السبب اهتزت ثقة المجلس الأعلى فيكن، ومشان هيك لازم تعملوا مشاريع لتعززوا الثقة من أول وجديد. بعد ما انفتحت كل مكالماتنا السرية لازم نقضي على هداك الرجال قبل ما يستغل الفرصة ويقضي علينا، وطبعاً لازم ما نسكت ونفضحه ونكشف كمان عن شخصيته الحقيقية. شو رأيكن؟ خلونا نهمله هلأ ونركز على الانتخابات الجاية وشو رح ينتج عنا. وبالنسبة إن تركيا حكومة ظالمة لشعبها، بس بالرغم من كل أعمالنا قدروا يكسبوا 40%، وهي نسبة مو قليلة بنوب، وأهدافنا ما بتتحقق بالطريقة الديمقراطية. إيه بس بتعرفوا إنه نحن من فترة عم نلتقي بحلفائنا الحقيقيين، وهذا بأمر منكن، ونحن هلأ تقدمنا كتير وصرنا على وشك إنهاء أكتر من ملف وتحويله لصالحنا، وقدرنا كمان إنه نلاقي ثغرات مهمة بالقانون، وأبحاثنا رح تنتهي بعد أسبوعين تقريباً ورح نقدمها لحضرتكم. لازم نحط عدة حلول ونطرح كل الأفكار الممكنة كمان، لهيك لازم تخبريهم يحذروا من قانون الأحزاب السياسية. وباجتماعنا الجاي بدنا ننتهي من هاي القصة، ونحن كإعلاميين رح نقوم بإجراء شوية دراسات لحتى نحط الحزب الحاكم بوضع محرج كتير من خلال الدراسات المتنوعة اللي بدنا نقدمها. ما سمعتوا الأخبار عن الخلافة وإعادة إحيائها؟ يعني أنتوا بس حددولنا الهدف، أو نحن رح نقوم بتهويل الخبر بإعلامنا المقروء وإعلامنا المسموع كمان. بس أنتوا بتعرفوا كتير منيح أنه هاي الحلول ما بتكفي، وأنتوا تعرضتوا للمضايقات بعد كل عملية قمتوا فيها، مشان هيك لازم تعملوا مشاريع جذرية تتمكنوا من كسب الأصوات، بالإضافة لأنه باستطاعتكم أنه ما تطبقوا الفوضى السياسية اللي كنتوا تطبقوها دائماً. وحتى لو كنتوا معرضين لهالشي دولتكم تحولت لمركز اهتمام دولي، وهالشي طبعاً لحتى تفشل كل مخططاتكم. توقعنا تنغلق الدولة على حالها وتنحصر علاقاتها وزياراتها مع العرب وبس، ما لاحظتوا الزيارات المهمة والمتكررة بهالفترة؟ بهالمنطقة الجغرافية صار في حاجة دولية لدولتكم، بس إذا غيركم اتحكم فيها رح تفشل كل مخططاتكم، فلازم تهتموا بكل هالزيارات وتستنتجوا كل الأهداف منها. يا جماعة وباختصار شديد، هالقضية صارت بالنسبة إن بمثابة أن نكون أو لا نكون، واعتبارات الدولة كلها ما بتهمنا، ونحن لسنين طويلة حكمناها بالقوة وحكمناها بأموالنا وأفكارنا وسلاحنا بكل اللي بدنا إياه، وما حدا قرب علينا وحاسبنا. بس بالوقت الحالي حتى أهالي الأناضول صاروا يحكوا عنا وعن أخبارنا وعن تنظيمنا ويطالبوا بمحاسبتنا، وطبعاً إذا سمحت لهم الفرصة ما رح يقصروا ورح يحاولوا يتمادوا أكتر، ويمكن يطالبوا بمحاسبة كل رجالنا وحتى يلي ماتوا منهم. يا جماعة وضع التنظيم كتير سيء، وطبعاً هذا لأسباب مختلفة مثل ظروف الطقس القاسي كتير وتوقيف الانتساب للتنظيم، يعني هالشيهاد وقطع الدعم رح يكون سبب نهاية التنظيم، وبالإضافة إلى أنه تم تفعيل فروع تانية بتشتغل لصالح غيرنا. نحن لازم ندرس وضع الأشخاص المهمين قبل ما تبدأ الانتخابات، لأنه إذا خسرنا بالمناطق يلي لطالما كنا كسبانينا التنظيم بينتهي، ووقتها رح ينكشف أمرنا كمان. ولا تنسوا أنه نحن في مدن مهمة كتير بالنسبة إلنا، ولازم رجالنا يلي فيها يشتغلوا بالسر حتى ما نخسر هديك المناطق.
ويمكن نضطر نلجأ للضغط على الشعب أو نتفق مع قيادات الأحزاب الثانية والقيادات الدينية مشان يفوز حزبنا، وهيك منكون نحن يلي انتصرنا. دكتور طارق هون؟ ايه ليك جوا. دكتور طارق، دكتور طارق. انت شو اللي عم تساويه؟ انت متهم بإيواء أعضاء التنظيم والتعامل معهم. قدامي يلا. اسمعني منيح، اعترف انك ندمان على كل شيء سويته. اركع قدام رجلي. بس انا ما عملت شيء غلط ابدا. ما عملت شيء غلط. دائما الاعذار نفسها. انت كذاب. بس انا ما راح اوثق فورا، وراح اعطيك فرصه لتعترف بالحقيقه، وراح عد بس لثلاثه. اذا ما راح تعترف ما في شيء راح يمنعني من اني اخلص عليك فورا. واحد، اثنين. طارق اتركه، ابوس ايدك، اتركه اتركه، اترك ابني طارق. بترجاك بترجاك طارق، والله العظيم ما له ذنب. ثلاثة. طارق، كل الدلائل يلي بين ايدينا بتأكد انك عم تتعامل مع التنظيم. بموجب هاي الأدلة نحن مضطرين ناخدك معنا مشان التحقيق. امشي، تحرك ولا تعذبني. أنا بريء من كل الكلام اللي كنت عم تقوله، وكل الناس بيعرفوا أني ضد التنظيم وكل تصرفاته. بس الأدلة يلي عنا بتقول غير يلي عم بتقوله. أنت واحد واطي، روح نقلع من هون. يالا 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 واحد حقيقي. اهدي يالا، شو بكي؟ اهدي يالا، يالا روح نقلع من هون. يالا مشان الله اهدي اهدي. يالا طولي بالك، تعالي هون. يالا اهدي. دكتور طارق، أخي انت رح تروح معنا. دكتور طارق، اهدوا يا جماعه، اهدوا، استنوا شوي، اهدوا، اتركوا، طولوا بالكم. لا تهي، استنوا، امي قامت من الفرشه. اهدوا شوي. دكتور طارق، امي، امي وين اخذين ابني؟ امي شو طلعك هلا؟ لساتك مريضه. اكيد في غلط بالقصه. خالتي، امي فوتي. امي استنى. دكتور طارق، استنى طارق. امي خالي اهدي شوي. امشي. وين اخذينه؟ طولي بالك طارق، ارجع. اهدي شوي مرت عمي. امي لا تخافي، ارجع طارق. يلا امشي، تعالي شوي. يلا يلا ديري بالك على امي. يلا ارجعي امي لوين؟ امي امانه برقبتكم، رح تعرفوا انه هذا الشيء مو قانوني. دكتور طارق، ما رح اتعلم القانون من واحد مثلك. يلا امشي. ابني دكتور طارق، طولي بالك يا امي، طولي بالك يا امي. اذا شارك تسيب مشغولي. امي خالتي، امي شو عليك؟ 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 لك بس اسمعني شوية. لا تقولوا في صوت الصوت يا ابني. طارق لك ردوا علينا لولا عم لكم. ارجعوا ما بيصير، دخل الشر ماله ذنب. افهموا
قل لي اسكت خلصوا ماشي اخي ماشي اهدى اللي بينقطع خلص عليه فورا فهمتوا مشاو لورا يا جماعة رح ارجع لكم بسرعة لا تخافوا انا راجع لكم طارق طارق بعيد شو بدكم منه مشاو لورا مشاو بعد وين طارق اهدي مرت عمي لك اتركوه خلصي يا الله قومي أكيد عندك علم بكل يلي مرقوا من هون وبتعرف النهاية وأنا ما رح طول عليك بالحكي بس هالشي بيعتمد عليك بالأول وإلا ما رح تشوف شي بيعجبك قول شو اللي بدك إياه شايفة لهي هاي إبرة موصولة بجهاز AKG بتعرف بشو بتفيد؟ قلتك رح أضطر استخدمها اليوم؟ اسمع هدول الأدوات ما رح نحتاجهم بس طبعاً في شرط لهذا الشيء تقول الحقيقة وتحكي كيف بدك يعني أعترف بشي مالي علاقة فيه؟ يعني مصر انك تزعجني ماشي بسيطة هات لي هالكرسي